تتواصل فصول معركة البنك المركزي على نحو تصاعدي، المعركة التي يسميها البعض بالجبهة الاقتصادية على غرار المواجهة المحتدمة بين السلطة الشرعية والانقلابيين على الجبهتين السياسية والعسكرية، يبدو أنها لم تنتهي بعد وأنها مرشحة للتصاعد على نحو كارثي خلال الأيام القادمة. كانت الحكومة مدفوعة برغبة خنق سلطة الانقلاب اقتصاديا ومنعها من التصرف بالاحتياطي الأجنبي، قد أرسلت مذكرات إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية تطالب فيها بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، وتحذر من تمكينه من سحب الاحتياطي الوطني في الخارج، ثم أتبعت ذلك بقرار وقف التعامل مع البنك، وهو ما جعل بعض المحافظات تعلن فك ارتباطها بالعاصمة صنعاء وتمتنع عن توريد المبالغ إلى البنك المركزي. مصادر في الحكومة تؤكد أن الرئيس هادي يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أن قامت الميليشيا بتغيير مماثل في إدارة البنك يسمح لها بالسيطرة عليه والتحكم بقراراته وفقا لروايات الحكومة. تقول الحكومة أيضا إن إدارة البنك الحالية مكنت الانقلابيين من التحكم بالمؤسسات والمقدرات المالية للبلد واستنزاف الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما دفع البلد إلى مشارف كارثة اقتصادية على هامش الحرب القائمة. في حين تؤكد قيادة البنك الحالية أنها تعمل باستقلالية وحياد، وأن أي قرار يمس البنك في هذه المرحلة ستكون تبعاته كارثية على اقتصاد البلد ووحدته السياسية. يعني التفكير في هذا جانب خطأ جدا جدا جدا، يعني لا يفكروا في نقل أو عمل بنك هنا وهناك، يعني بنك مركزي هنا وهناك. البنك المركزي يجب أن يكون يعني موحد، بنك واحد، غير ذلك يعتبر يعني تقسيم البلاد وتفتيت البلاد. وبين فصول هذه المعركة التي تتصاعد على نحو مثير للقلق، تبدو المحصلة واحدة: انهيار اقتصادي شامل وعجز البنك عن توفير السيولة اللازمة لتمويل آخر العمليات التي لا يزال يقوم بها، وهي دفع مرتبات الموظفين، وبعدها الطوفان الذي سيغرق الجميع.